فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش وهو على منبره يعظ ويذكر وتتفجر ينابيع الحكمة من بيانه ولسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يخرج إلى الصلاة وهي فريضة الله فيقبل إحدى نسائه كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا يقبل؟ هل هذا يعني مبالغة في المحبة؟ لا أبدا. حينما يخرج من بيت الزوجية يخرج وهو يذكر من في البيت أنه يحبه، يخرج لأنه يعلم أن المرأة تميل إليه وتحبه، فلا يخرج من بيته حتى يعطيها عهدا صلوات ربي وسلامه عليه. وهل تقوم بيوت المسلمين إلا على مثل هذه الوشائج وهذه الصلة الرقيقة؟ ولذلك ليس هناك أحد يسبق الإسلام ولا يسبق هدي الكتاب والسنة في تقرير المحبة كيف تكون، والمحبة الزاكية النقية الواعية المبنية على وعي وعلى فهم، وليست مبنية على مبالغات ولا على ترهات، مبنية على حقائق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت الزوجية إلى الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن لا يعرف أحدا صلوات الله عليه وسلم إلا فرض ربه، وراحته في الصلاة وجعلت قرة عينه الصلاة، خارج للقاء ربه فيقبل إحدى نسائه لأنها أحبت، فينبغي أن يعطيها المحبة